فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كان الأذان يسمع عن طريق مكبر الصوت ويذهب الصوت إلى مسافة بعيدة، فهل على كل من سمع أن يجيب النداء ويحضر إلى المسجد؟ لا، المراد السماع المجرد بالإذن المجردة، أما السماع بواسطة الآلة فلا، ما له حكم حضور إجابة المؤذن. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.